قال عضو بالبرلمان وشاهد إن امرأتين من أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار لقيتا حتفهما وأصيب 7 أشخاص آخرين في قصف لإحدى قرى الروهينجا نفذته قوات الجيش بعد يومين من قرار محكمة العدل الدولية إلزام الحكومة بحماية الأقلية المسلمة. واضطر مئات الآلاف من الروهينجا للفرار إلى بنغلاديش المجاورة عام 2017 بعد حملة عسكرية قالت الأمم المتحدة إنها نفذت بنية الإبادة الجماعية.